يقومون به هو كرنفال في دشرة. لا عدالة ولا شيء تحققت للشعب الجزائري. الشعب الجزائري سوف يستمر في مسيرته ولن يعترف بهذه السلطة المفروضة بالقوة كما هم لا يعترفون بهذا الشعب. بترحل اترحل بلمك بلمك ترحل. هذه الملايين 42 قداه كاين الجزائريون؟ قداه 42 مليون 43 مليون الله يبارك يا صاحبي. خش علينا خش علينا ارحم والديك. يا القايد صالح خذ قرار. يا القايد صالح الشعب هذا ويقول لك ما نسحقوش حنا العصابه. ما قالكش روح حاسبنا فلان وفلتان. كي تجي كي نبدلوا النظام اللي يجي من بعد هو اللي يحاسبهم. أما فيما يخص الانتخابات لا يمكن لنظام فاسد أن ينظم انتخابات نزيهة بكل بساطة. لماذا؟ لأنه هذو اللي زوروا 6 ملايين استمارة، اللي نهضر على بدوي وعلى مالها مش كل زور 6 ملايين استمارة لصالح الرئيس المخلوع اللي يسميه مخلوع، هما نفسهم لا ينظموا الانتخابات. ما كاش كيفاش يديروا لنا انتخابات نزيهة.